اتحاد حجوت الجريح دخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث لمحو سلسلة نتائجه السلبية، وأولمبي شلف جاء للحفاظ على مكانته ضمن فرق الصدارة. المبادرة في الهجوم جاءت في النصف الثاني من الشوط الأول عن طريق الفريق المضيف في الدقيقة 25 عبر سلمي الذي سدد كرة جميلة صدها الحارس شويع. رد الضيوف جاء بعد 5 دقائق عبر سماحي الذي حاول بتسديدة جانبت إطار مرمى الاتحاد. ضغط أصحاب الضيافة تواصل وتكلل بالحصول على ضربة جزاء بعد سقوط جلالي داخل منطقة العمليات. ضربة الجزاء تكفل بها سكال الذي وقع الهدف الأول للاتحاد. الأولمبي حاول بعد ذلك الرد في العديد من الفرص التي أهدرها كل من بوسعيد وسماحي، كما ضيع لاعب الاتحاد خير فرصة تعميق الفارق في مناسبتين متتاليتين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد على الأولمبي بنتيجة 2-0. في الشوط الثاني حاول زملاء القائد زازو التدارك والعودة في النتيجة، إلا أن عزيمة وإصرار الاتحاد كانت أقوى. أصحاب الضيافة حاولوا تعميق الفارق في العديد من المناسبات عن طريق سلامي وسكال الذي سدد كرة جميلة أخرجها الحارس شويع. الدقائق الأخيرة حملت الجديد للاتحاد بدخول اللاعب الشاب بن حمودة الذي عمق النتيجة في الدقيقة الأخيرة بتسجيله الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد على الأولمبي. الحمد لله الفوز جاء في وقته، وحنا كاع كنا نستناو هذا الفوز ومستحق للأنصار، ونشكر كاع الأنصار اللي عاونونا. المباراة كانت صعيبة اليوم مع ايكيب كيما فريق جمعية شلف، وين عنده ايكيب وين عنده لاعبين تاع خبرة. الحمد لله اليوم كنا اليد في اليد داخل كيرا، وين حقنا 3 بوان سي ليسونسيال.